السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عندنا موضوع آخر أيضا متعلق بالفانكشن اللي هو optional parameter. ما هو optional parameter؟ احنا درس السابق أخذنا parameters لكن اليوم راح نأخذ optional parameters. خلونا نشوف هنا إذا جينا كل هذا عملنا له comment ونزلنا أسفل هذا أيضا كل تعمل comment تعمل cut وتنزل الأسفل تمام؟ لا تنسى اوكي فبهذه الصورة حتى يكون عندك function نظيف. طيب ما هي الأشياء المطلوبة؟ نجي نعمل هنا string على سبيل المثال my full name تمام بهذه الصورة. طبعا هنا راح يحتوي على name last name age salary مثلا اوكي واجي اعمل هنا return. طبعا return ممكن اخذه من الاسفل الجاهز this one. اوكي بهذا الصورة return my name is the name the last name the age و salary تمام. فمن اجي انادي على هذا الفانكشن في داخل المين هنا اذا جيت قلت له مثلا var full name equals بهذه الصوره الفانكشن فارسه. فمن اجي اريد اعمل print لازم اقول full name وفارسه. لكن هذا الفانكشن غلط ليش؟ لانه هو يحتوي على اربعه argument. تلاحظ كاتب اربعه required argument اللي هو name واللاست name والage والسالري. فممكن اضعه هنا أنا. الname أغيره بمحمد last name أغيره بعيسى الage 3-4 salary مثلاً 4000 أوكي. فلما أجي أعمل هنا run يطبع لي my name is محمد عيسى 34 و 4000 جميل. بس إحنا ما كان هذا الموضوع، الموضوع optional parameter. مقصود بال optional parameter أنت ممكن هنا باي ذا واي هنا ممكن ايضا تعرف النوع تمام. يعني ممكن هنا تكتب string وهذا مفضل طبعا string init هذا طبعا المفروض يكون double اوكي. لا تنسى لاحظ هنا تنطق error 0.0 لان الرواتب ممكن تكون كسريه بس العمر لا يمكن يكون كسريه. اما معقول واحد يقول 34 فاصله شهرين اوكي. فهنا احنا عندنا شنو ممكن اذا تحدد يكون افضل طبعا اوكي. ممكن انه انت تضع قوس المربع اوكي في اقواس على شكل مربعات هذه معناته انه هذا الباراميتر اوبشنال. ما معنى بالاوبشنال؟ لاحظ هنا لما تعمل الرن يشتغل عادي. لو اجيت انا حذفت السالري عادي بدون ايرور. لو جيت عملت ران راح يطلع لي فقط محمد عيسى 34 نوع. بمعنى اخر انه انت ممكن تضيف عادي انت ممكن تضيف خلينا نقول انت ضفت الايج اوكي سالري لكن ممكن انه ايضا تشيل السالري بس راح يظهر كلمه نوع. يعني هذا اصبح اوبشنال. الايج ايضا ممكن تعمله اوبشنال على فكره. يعني مثلا اي واحد ممكن تعمله اوبشنال. هنا تعمل بهذه الصورة. لو جيت عملت run لاحظ ظهر عندي 40. لو شلت هذا وعملت run null null اوكي. اذا تريد تعمل باراميتر واحد فقط تضيفه بداخل ال array اوكي هذا كأنه مع array. لكن اذا تريد اثنيناتهم تعملهم optional بهذه الحالة تبدأ منه اوكي بهذه الصورة. فصار عندك الايج والسالري اثنيناتهم اوبشنال. تحب تضيفهم او ما تضيفهم انت حر. اوكي؟ يعني ممكن انه انا اجي اعمل هنا على سبيل المثال او لايك ذس. ما يحتاج هنا مثال. هنا أنا انت يظهر لك نول نول، كيف تخلص من نول اند نول؟ بسيط جدا جدا جدا. اجي اقول مثلا if الـ age
not equal null. If the age not equal null, ما هو المطلوب؟ أرجع إذا كان الـ age لم يكن null راح أرجع الـ age معاهم. Or على سبيل المثال لحظة. If age equal equal null. Okay. إذا كان الـ age يساوي null فما أحتاج للـ age. Okay. في حالة else if كان خلينا نقول طبعا if age is equal null and else if salary equal equal null معناته ال age موجود فهنا أنا ما احتاج ال salary هنا ما لا احتاج الى salary اوكي طبعا هذا للـ function الـ else if اوكي بهذه الصورة هنا ايضا else بهذه الصورة اوكي اذا الـ age يساوي null اذا فقط تطبع لي الـ name والـ last name اذا كان الـ salary equal to null إذا أنت أطبع لي الـ name والـ last name والـ age معناته الـ age موجود لأن إذا الـ age null لن يطبع الـ age بس إذا الـ age ليس null معناته في رقم else اثنينهم موجودين فبل حالة أطبعني أربعتهم فلما أجي أعمل هنا أنا run راح يطبع فقط محمد عيسى لاحظت؟ فأخفين الـ null لو جينا هنا نضفنا العمر على سبيل المثال 34 وجيت عملت run لاحظ يطلع لي 34 لو اجيت ضفت بعد على سبيل المثال 4000.8 جيت عملت ران راح يظهر لي الرقم اوكي هذه الفكره من الاوبشنال بارامترز